الاجراءات، مختلف الاجراءات الكفيله وتدارك التاخر الحاصل على مستوى تنزيل بعض المشاكل. حضرات السيدات والساده، لقد ساهمت الديناميه التنمويه التي تعرفها جهه الشرق بشكل كبير في التغيير المعالي لسوق الشغل وتنويع العرض وتقديم بدائل اقتصاديه واجتماعيه مكنت من الحد من ظاهره التهميش وبتوفير فرص التكوين والعمل وتحريز اقتصاد محلي من القطاع غير مهيئ ودعم لهذا المسار مسار التنموي. تم احداث مدينه مهن وكفاءات بالناظور، كما تم بناء وتجهيز المدرسه الوطنيه للذكاء الاصطناعي والروبوتيك ببركان وانجاز مركز التكوين والادماج المهني لاقاليم الجهه، وفي تكامل مع مجال التشغيل تجهل جهه الشرق تعبئه لكل الوسائل المتاحه وبلوره برامج خاصه تصب في اتجاه تعزيز المكتسبات الاجتماعيه في سير اسباب استفاده المواطنات والمواطنين على قدم المساواه من الحق للخدمات الاجتماعيه. مشاريع تجعلنا ننظر الى المستقبل بكل تفاؤل باعتبارها الارضيه الاولى التي من شانها توفير الشروط الجوهريه لنجاح مشروع الدوله الاجتماعي كورش وطني كبير ينجز بتصور واضح وتكامل وبخطى ثابته ويعود الفضل في ابداعه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله وليته. حضرات السيدات والساده، تشكل المنظومه الامنيه الوطنيه مصدر فخر لبلادنا من خلال النتائج الهامه التي يتم تحقيقها باستمرار، خاصه على مستوى التدخل الاستباقي للاجهزه الامنيه ضد المخططات الارهابيه التي تستهدف امن البلاد او على مستوى التحكم في استقرار معدلات الجريمه. لذا وجب توجيه تحيه اعتزاز وتقدير للعمل القوي والجدي الذي تقوم به مكونات المنظومه الامنيه الوطنيه، فهي تقف جميعها سدا منيعا في مواجهه موارد الخصوم بالداخل والخارج، وتعمل ليل نهار من اجل محاربه شبكات الاجرام وكل من سولت له نفسه المس بامن الوطن. مما لا شك فيه ان المستجدات التي حققتها المصالح الامنيه في العديد من المجالات اضحت الان راسمالا حقيقيا بعلامه مغربيه متميزه وقيمة مضافة تساهم بشكل كبير في تحقيق الإشعاع الدولي وتكريس ثقة الشركاء في المملكة. من جانب آخر، تطرح الإشكالات المرتبطة بقضايا الهجرة غير الشرعية، حيث يقتضي هذا التحدي الأمني التعامل بحزم وصرامة مع الشبكات الإجرامية، وما لها من ارتباطات وثيقة بباقي أنواع الجريمة المنظمة العابرة للحدود. في هذا السياق تزودنا المملكة نهجا أمنيا محكما، وذلك من خلال حماية الحدود وتكثيف العمليات البحرية مع تعزيز عمل الاستخبارات لاستباق أنشطة هذه الشبكات ولتجديد الخناق عليها. وبالنظر إلى التحديات الأمنية التي تعرضها جهة الشرق بحكم موقعها الجغرافي باعتبارها جهة حدودية ومنطقة عبور إلى أوروبا للمهاجرين غير الشرعيين وجنوب الصحراء، واعتبارها ايضا في السنوات الاخيره منطقه استقبال. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.